أنا شيء بيزعجني، مو بيزعجني، بيخليني أتحسر، إنه انحرمنا من جمال الطبيعة. هذا حرمان جدا قاسي، خاصة بالنسبة لي أنا، بفهم اللون، بفهم الضوء، بفهم الموجودات. هالكوكب الجميل هذا كوكب رائع، أنا ما صح لك فرصة تمشي في البرية ساعة زمان. صور أنا بحب الطبيعة لدرجة أنا مش عارف سعادة فيها، ما عندي محاصر إنه إذا كان بدي مثلا أروح أطلع برا الشام، ما عندي الوقت هذا. طيب بنون السجني أنا محاصر، اللي حاصرني مجهول. بيت رسم صف الرابع بداية صغير، كان عندنا معلم أصملي اسمه جلال بيك بيرختار، طويل له نقل طيب وشه حلو طويل هيك. الأصمليين اللي مثل بشوات اللي بصوم فضة يجي يعلمنا كيف نمسك الورقة ونكتب الخط على إيدنا، بعدين يرسمنا على اللوح منظر طبيعي نحن نرسمه. يجي على جنبي كويس هذا منيح. الكلمات الهمس هذا كان مثل الكهرباء لتحريك موتور صغير موجود. هذا أستاذي موسى، أنا يعني إيش كان عمري بس إذا أنا دخلنا على مدرسة الساعة 5 سنين، عمري 2 سنين يعني 7 سنين. هذا ما بسميه رسم، بسميه الجرأة على رسم الأشياء في العالم. الجرأة ما تتهيب يعني، أنا عواد ما تحكي ترسم، يعني علمنا الحكي بالرسم. وبعدين استمريت يعني، بس بشعر انه انا ولدت رسام، والكتابة هي نوع من الرسم. انا برسم صور جنب بعضها بس بحروف. يعني 50 سنوات نقول 1900
47 هي 50 ياس. كان سوريا يعني 46 47 42 كان سوريا مستقلة جديد. بحسب ما صور لك يا باب من الحديد ضخم في الجبل. فتح الباب وطلعت منه جموع من الناس. جموع أطفال، نساء، رجال، دواب، حيوانات، خيول، عربات، طلع. سوريا كانت هيك. باب ضخم أسطوري فتح طلعت منه جموع البشر. إذا قريت الصحافة السورية بذاك الوقت شيء غريب في سوريا، إذا قريت الصحافة وشفت الشارع تحس بحالك في باريس. شارع بارون كان صورة على الشانزليزيه بال47 48. طيب شو هالمفارقة هذه بين شعب مكسور مهضوم من تعل السماء يعمل الحكم التركي، ورأسا بتلاقي هالمقاهي هالمظلات هالطاولات البيض عليهم الشراشف هالبيرة في الشارع، الناس الباركين، سيارات جديدة صارت تجي على سوريا، فنانين بيجوا، أنا سايب معارض في المكتبات، أعرض لوحاتي في المكتبات الموجودة، النوادي الموجودة في حلب كانت تعرض لي لوحاتي، كنت أرسم، كان عملي عبارة كان فاتح أشوف رسام سوريالي. طيب إيش جاب لبلد فقير صغير في آخر الدنيا اسمه مدينة اسمها حلب يطلع واحد اسمه فتح مدرس او عدنان مسر او شاعر مثل خان مسر يكتبوا شعر سريالي ويرسموا سريالي؟ طيب نحن ما كنا معناتها ضمن خارجين عن نطاق العالم، الشعب هون الشعب السوري ما كان حتى في اقصى سنين القهر ما كان خارج عن 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 حلم القرن العشرين. '57 في روما كنت مضطر أوائم بين الأكاديمية وبين حلمي الشرقي. صدفة جاني أستاذ كويس اللي يخليك في حلمك الشرقي، ما بتصير معنا شيء أنت، اسمه فرانكو جنتليني، شارب حمر سمين أبيض طويل، يجي على لي مدرس هاللوحة بدي إياها أنا، تعطيني هاللوحة أنا بعطيك من عندي هدية حلوة. طيب أستاذ وقت بحكي مع تلميذه بهالشكل، شو هالحب هذا؟ شو هالتكريس للمحافظة على شخصيتي أنا؟ هو من أعظم فنانين إيطاليا كلها، هو يعني لوحاته بوقتها كانت تنباع أكثر من بيكاسو.
يعني إذا ردنا نأخذ مثل عملي أو استنادات عملية، نقول الأم فيها قطعة من المكان، مثلا أنا بحب النهر، أمي والنهر، أنا بحب شقائق النعمان كتير، شقائق النعمان أمي. طيب ليش الربط هذا؟ ثبت إنه ربط فيزيولوجي، يعني وقت أنا ألم من حقل الحنطة بدايتنا في تركيا ألمني من شقائق النعمان حطني وأنا صغير، طولي ما في 60 سنتي، صغير قبل 4 سنين، وبقى كبيرة قرعة أمي. اللون الأحمر هذا ارتبط بالذاكرة مع وجه أمي، جدار عليه شمس، جدار عليه شمس من حجر أسود، وأمي. بتذكر بعدت شوي يعني شي كيلومترين عن البيت، صخور ونباتات وحيوانات وسحالي ونمل وجراد وأصوات واويات من نهر جين، بولدوا هناك الواويات والسحالي، عالم بالنسبة لي، والسماء الضخمة رائعة ولون الصخور الرماديات، من في نباتات أغلبها بعرفك بتتاكل، تعلمت منهم فلاحين علموني انه هذا بتتاكل. قل لأمي من بعيد راقدي صبية ضخمة جميلة، وأنا شفتها وهربت، سوينا قوس هيك، أنا هربت لبيوت الضيعة، لقطتني عند البيت وصارت تعضي من ايدي من اجري والراسي من ضحايا، عمت الجيبه تماما، ولا بين اضحك وابكي إيه، بس كانوا اجمل عضات اكلتهم بحياتي. قبل سؤالك في سؤال أنا راح أطرحه مشان أربطه بسؤالك، إنه يا ترى الصور التي تمنح الحبور هي الأقوى أم بالعكس الصور التي تثير الألم مثل ما قال محمد والحسرة؟ يعني مثلا أنا ما بحسن أنسى إطلاقا كيف خالي ضرب أخته الحبلة لأنه زعل من حادث، رفصها ببطنها، مات الورد ببطنها، كانت تأخذني على النهر تكشف عن بزة وتعصر الحليب عن حليبة عن العشب وتفرج علي أنا ما بحسب مساها بحياتي. يعني أنا كان عمري 3 سنين، كان عمرك 3 سنين، ما بشي جديد يعني، ما بحسب مساها، في كتير صور سعيدة نسيتها. ولد لي بروما من زوجتي الأولى طفلين، صوي بنتهم أحلى من يكون، حلوين حلوين جدا.
بنوع من الإهمال بالرعاية أو قضاء قدر. اثنين صار لنا حادثين. صبي كان واقف على حاجز حديقة حديقة منزلي هناك، وبنت خالتي الصغيرة كمان عمرها 7 8 سنين عم تمشي. قامت أمي نادتها للبنت، بنت خالي التفتت أما ذاك وقع راسه. كان يحكي بطل يحكي، ثاني حبيب أمه كان في حموضة، الدكتور نبهنا على هيك. ما كان تستفيد من حبيب أمه، كان تستبرغه، نعطيها حليب بقر ما مشي الحال. مع ذلك مشي حال بنت حلوة وجميلة وشعرها وعينيها خضر زرق هيك. من قلبها بالليل سولها مرجوحة، مرجوحة على طريق الأكراد، حبلتين في عصايتين بالنص وفي ما يشبه الفراش الصغير. وكل ما تبكي كل ما يهزوها بجادة بالليل، منو تهزها؟ يا أما يا البنت الصغيرة يا أمي. بكي تسكت. مرة هزوها هزة كبيرة طارت المرجوحة وقعت البنت على رقبتها. ما حكوا لي. بعد سنة صار مع تجنب بالقفص الصدري، حطيناها بجبصية وقعد أخذناها وعالجناها. الطفل أخذناها وعالجناه، صار في شيء، صار زجاج بالمخ. الطفل هو يحكي بشكل مشكلة، سكت، صار حزين، أسف فيني كثير. خلصنا دراسة 4 سنين من روما، رجعنا هون. الأطباء ألمان شافوا البنت وخذوها. علي الدكتور العظم جاري، قال البنت بتموت عمرها 14 15 سنة، يصير عمرها بتموت، بينفجر قلبها. فعلا قبل بنهار أو قبل نص نهار فحص الدكتور في البيت، قال لي قلبها ما عم تحمل، أعطاها مخفف لضغط القلب، فجر قلبها ماتت. طلع الدم من تمها. الصغير هذاك الثاني مات بأنيميا بس 15 سنة، كانت من الصمت الداخلي في المغلف بضوضاء الرسم والعمل والسفر، قبول محنة مهنتين قبولها بصبر. أنا كنت شجاع، ما بعرف حالي كنت شجاع كويس. Thank you.
نبدأ بشيء أبسط. الأصوات الأقوى تأثيراً علي واللي برحب فيها دائماً هي صوت الريح. صوت الريح صوت الريح على المادة إن كان أعمدة لا صوت العاصفة أو كان على أشجار عالية أو على عيدان صغيرة مغروسة بالأرض تعطي نوم الصفير. هذا الصوت الوحيد اللي بيأثر فيه دائما والمحبب واللي ما بمل من سماعه واللي بنام عليه. ربما السبب أيضا عودة الطفولة، أنه عشت أنا زمان طويل بطفولتي في المري، يعني عندي صوت العاصفة المدمرة من أجمل أنواع الموسيقى. عم دمر البيت تبعي لكن بحب صوتها. تحط الخطوط الأولية يعني غالبا يا اما بريشه او فحم. شوف العمود الفقري تبعه، وهذا قابل للتغيير كل لحظة، كله يتغير. غالبا بحث عن اللون اللي بتتماشى مع الهيكل العظمي تبع العمل، لون الجر يعبي فراغاته وكذا. بيجي الشيء الثاني وهو الأهم، يا ترى المادة اللونية هذه تخدم سيكولوجية اللوحة أنا لا الشعب طيرتي ما خدم تبعص عن اللون. اللوحة بتحمل عمق كثير، العبارة عن لوحة سطحية بسيطة. بجيك مجموعة من الأسئلة وبسرعة، أحيانا بجيك 100 سؤال خلال دقيقتين ثلاثة، تحذف منه تأخذ منه برسم اشتغل واشتغل ما بوقف. تم استمر عشان ما تطول لك الحديث،
مجل أحصاب شوف حالي المنداية كتير كأنه ماشي جوا التونيل. تونيل؟ ما عادي مداية كتير نقصني قلبي تم السمر من بعيد بشوف نهاية التونيل بشوفه بعرف كل الأخطاء الموجودة هون كل الأشياء اللازمة كذا بسمع صوت جوا أو حركة حركة ذكرية أنه كيف انتهت اللوحة أحيانا ما بنتبه للصوت بشتغل باللوحة بخربها بخرب قصة كتير منها وقت اللوحة بشوف أنه أخذت معلمها وجودها مثل كائن حي بشعر بالسعادة في ألوان بخاف منها ما بستعملها كتير حذر الأخضر الأصفر في ألوان بخاف منها كتير ما بقرب عليها كتير ولا نادرا يكون في حالات الضعف مثل الأخضر فيرونيز فيرتيرونيز أما أشت أوقح ميك لون بالعالم لون شرشي حالا كيف بعالجوا الفنانين ما بعرف مشهور بس هذا نقطتين ثلاثة انه بيكفي مشان يعبي مشان يصرخ مثل بياع الباذنجان في الشارع بيصرخ بعيط له صوت رهيب مثل شيرين الحريق كل لون بيحكي مع فنان بحديث خاص كله مثل عضونا أحمر أنا عندي بستعمله للقتال بستعمله غالباً بلوحاتي السياسية لأنه بفتح لي المعركة هو تون بدائي تافه لكن فعال بس أنا بستعمله بلطف يعني بجيب له عبد بجيب له أسود برضي بضحك عليه بجيب له شوي ذهبي مشان انه انت قوي مو هيك خذ البقعة الذهبية شوف قتل كل الأحمر روحوا والله اشوف له رمزين هو الذهبي بالنسبة لي أنا رمز واحد تقليدي انه البيزنطيين استعملوه باحترام يعني له علاقة بتاريخنا وأحياناً استعمل بشكل الشرقيين استعملوه بشكل كتير بولغير زينوا فيه النسوان بكميات كبيرة كتير يعني أضعوا معناه هالضو فيه أصبح ضو شرشيح يعني كتير ضو بشع صور مرة لسي شيء نسبة المربع الإضاءة بالذهب لأنه بشح حواليه هذا كمان كتير حقير أنا بستعمله لقتل بعض الألوان في اللوحة يعني شرطي بحطه أنا بحطه كشرطي مثل ما بأذي الأحمر بحط له أسود خليه واقف عنده بقى حاجة عياط يعني برأيي أن إذا استعمل أبيض برفضه هو السيد باللوحة وبقية الألوان كلها عبارة عن ضيوف مؤقتين اليوم كثير لون محترم لأنه أساسه مو لون هو الأساس جيم فيزيائية فيزيائية يعني لا يعتبر لون مجموعة ألوان أول ما استعملت الأزرق استعملته باللوحات لوحاتي السياسية اللي رسمت فيها بيروت اكتشف لي أنه كل الناس بيعرفوا الأزرق بيعطيك عمق بيعطيك برودة بيعطيك هدوء
بالعكس أنا استعملت الأزرق بعنف أكثر من إله الأحمر. يعني التسميات في أذهان الناس عن الأزرق مو كتير مزبوطة. لون الأزرق صعب في مكانه بالشكل هذا فظيع. يعني لون حي مقاتل مثل الزعرنت الأحمر يعني. بس على أكثر نبل وأكثر خبس. لون ذكي الأزرق. بس بعرفين تحطه. أنا بستعمل الأزرق كسائل. كسائل بيعيش فيه الألوان الأخرى. يعني نستضيف وأحياناً بزعل الأزرق. إذا تقلت عليه بيخرب لك اللوحة كلها. برفضه. درست أعمال فنانين كبار حتى مثلا المحدثين مثل عمل فان جوخ حتى بيكاسو نفسه موغان رسم ملاحظات لكن كبيرة مقطعة بهجوم صغيرة. إذا هاللوحة الكبيرة هي رؤيتهم بالحياة كلها بالشكل قطعة وسيوساء ذات موضوع واحد. واحدة فيها الإنسان واحدة ما فيها الإنسان. واحدة تجريدية واحدة كذا. واحدة فيها الحزن واحدة فيها اللطافة. يعني تحللهم تقنيا لون وجرافيك موضوع واحد هو. لكن موزع على آلاف اللوحات. ابني شام. في ناس يقول لا أنت عم تكرر نفسك. لكن ممكن إذا كان فنان قوي والحلم تبعه واضح ممكن يكرر نفسه لأنه كل حلم له فيزيولوجية معينة وساعة زمنية معينة ومكان معين وانفعالات معينة. بعدين حتى أنه من الصعب أنه الفنان يقلد حاله. أنا بحياتي محسن قلت لوحة رسمتها بس بتشبهها قريبة منها بس منها ما حسنت. وأتمنى أويت أنه هاللوحة اللي راحت باعترت عندي نسخة في البيت. ما مستحيل. وما أعرف إذا كان في أجوبة أخرى للسؤال الصعب تبعك. أنا ما عندي جرأة بيكاسو. أجرم مني بيكاسو جريء. فان جوخ في تشابه قريب كيف بعيد بينه. في خيط بينه. عبادة الترابط اللوني في الطبيعة. أنا عندي هالشيء موجود بس هو استعمله بلمسات أخرى استعمله بوحدات لونية منفصلة. كان عنده كل وحدة لونية تكش. أنا عندي بحكوا بعضهم كلهم. Thank you.
فان جوخ يعني تقلد بصعوبة تقلد. اللي بقلده اللي يخطئ بس بتحت قلد جوغا مساحة تقليده عنده مساحات واضحة كذا. بيكاسو بتقلد بكل سهولة بس ما عنده رشاقة بيكاسو. عنده رشاقة وخف الدم والسخرية واحتقار الشكل يعني. التنقل الشديد طخش هقلي يعني كانوا نعم بعترف ما بعترف شيء اسمه زمان مو مصلحته يعترف فيه مو مصلحته يعترف انه في شيء اسمه زمان لانه زمان هو بالنسبه لامريكان شو ثانيه اقل جزء صغير بالثانيه. انسان بحب المكان ما بحب الزمان. الزمان عدوه يعني الوقت الزمان عدو العقل يعني. العقل حب استطاع في كتير حالات يلغي الزمان. استطاع يلغي ياخذ الثانية كان في اللذة أو في التفكير ياخذ الثانية ويمطها سوى شهر أكثر بليك ما حسين يعمل. وأنا برأيي يمكن الخلود ما يفسر إلا بالطريقة هاي. رأي شخصي هذا الخلود هو أن تصنع الزمان تصنع وتبقى وتلعب على فكرة كل شيء بس فرق زمان فرق. بس فنان تشكيلي بحسابيات بالقطع ليش؟ أنا بعيش فيها بقفوق تبريد بعيش فيها أدو بريد أدو بريد شو هذا كان في التحليل السليم بالتكوينات تضارب اللون مع بعضهم بتستم سديم ضرب ومفصل هي بحسن متحكم هو عم يشتغل بتحكم الوقت لحظات بيعطيها عمر طويل كتير هي ما يمكن تكون ثواني وفي لحظات بيشتغل فيها ايام وهي واقفه محلها بالرصاص قلت لك انه الانسان غالبا اكثر البشر عندنا عالم تابو جوا ما يشاركوا في حدا اطلاقا يعني لما المسيحيه جعلت الاعتراف متداول انا بشك في الامر يعني ما كان الاعتراف بالشكل عباره عن جزء بسيط منه كثير بسيط ولكن التقنية الرهيبة الموجودة بالذهن بإخفاء أو تمويه النية السيئة عند الإنسان والمحافظة على كونه حيوان إلى آخر لحظة أنا بالزمان أسأل السؤال ممكن أنت كنت موجود أو لا لأنه إذا كنت أنت بارك مبسوط في قهوة كذا وجاك صديق على كيف فاتح أنت مالك خبر مات فلان طبعا تألمت مزعج بعدين حللت أنا مريت بمشاعر مريت بشعور مخجل
شعرت لي لحظة، جزء من لحظة بفرح، والجزء الثاني مباشرة ألم شديد. أعيد الكلمة لفهمتها لما قال لي إنه فلان مات صديقة بشكل عادي طبعا، يعني قمت بكل مظاهر الحزن، لكن بعد ما رحت لوحدي فاتح انت مريت واني مريت مشكلة، كأنك شعرت بلذة الخبر، بس لذة جدا خاطري يعني على واحد من 60 من الثانية، بس وجدت. فهذا المحافظة الحيوانية على الذات وما يتبعها بعلاقته مع ابنه، مع مرته، مع أمه، مع وجدانه، مع فكرة الوجود وعدمه، يبدأ النفي والمحافظة على الذات، بعدين يأتي المشاركة الاجتماعية. على الحرف اثنين الزيت المقلوبة، هالزيت المقلوبة في الشعور الوجداني هي سر حيواني موجود برأينا كل إنسان، وهي ما درست بعلم النفس، بس لتحليلي لنفسي أنا عثرت عليها. طبعا كثير ناس بقول هذا مجنون، شو حدا بزعل حدا بفرح لا موت صديقه، ما صديقه عايش معه طول عمره، شو الحيوان هذا؟ أخي صحيح صار هذا، وأنا آسف وأنا زعلان من المشاعر هذه، ليش موجودة عندي؟ أنا زعلان برفضها أنا، بس موجودة. ما لك تفسير، طبيعة حاطة فيك السر الرهيب هذا. حتى مع أعز الأشخاص عليك، أعزهم موجود، أب أم ولد موجود. شوف هذا الحيوان الخبيث الذكي، والإنسان هذا اللي فينا نقطة ضعف والحقارة. شرى ما تمر فيك أزمة، بس إذا مرت فيها لا سمح الله نحظ فيها. للمرة الثانية على التوالي فاتح بشوفها بتنفعل لما بتحكي عن اللحظة هي. إيه أنه حقيرة. بشك انه الاخرين ما بيشاركوني فيها، بشك. انت شو رايك؟ بس انت تحكي بجرأة لما مشاعري صحيحة لك هذي، ريحتني كثير، ولو ما كنت مثل قلبك بس ريحتني. Thank you.
Thank you.